يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم عشرة منذ لحظات انتهت مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا وريال مدريد كالعاده بطلا لهذه المسابقه يفوز على بروسيا دورتموند بهدفين دون رد ربع ساعه اخيره في المباراه بتاعه ريال مدريد ربع ساعه ناريه كارباخال اللي بيشارك للنهائي السادس على التوالي مع ريال مدريد بشكل اساسي بيسجل هدف الاول في الدقيقه 74 وبعد كده فينيسيوس جونيور بيسجل الهدف الثاني في الدقيقه 83 حكايه الريال والله زي ما قلت كده في المقدمه من شويه حظه وحش اللي ما بيشجعش ريال مدريد الحمد لله انا من اللي حظهم حلو ليه اللي حظه حلو زي حالاتي كده وبيشجع ريال مدريد شايف ريال مدريد شكله وحش قوي الشوط الاول شكله وحش قوي نص الاول من الشوط الثاني والموضوع الطبيعي ان الناس كلها قاعده على امل ما ريال هيخسر ده دورتموند جامد جدا وانا حاطط رجل على رجل وبقول كده كده الريال هيخطف دلوقتي وقد كان متعودين اصل احنا اللي بيشجعوا الريال متعود على كده هلعب كويس هكسب هلعب وحش هعرف اكسب حكايه ريال مدريد في التاريخ حكايه عظيمه جدا حكايه عبقريه جدا النهارده وانا بتفرج على المباراه قاعد معايا بعض الاصدقاء بقول لهم النادي الاهلي اهو. هو الاهلي بالظبط. هو الاهلي. الاهلي بتعدي عليه كده بعض الايام ما بيأديش احسن حاجه، ما بيديش احسن كوره، ما بي يعني ما بيلعبش ماتش عظيم، بس بيعرف يكسب. انا بتاع البطوله. عارف انت يقول ايه اصل ده مش عارف بتاع سندوق. انا بتاع البطولات. او ريال مدريد كده بالظبط. نسخه تبقي الاصل الاهلي، الاهلي نسخه تبقي الاصل من ريال مدريد، الاثنين شبه بعض كده جدا بالظبط. ده واحد مسيطر على اوروبا طولا وعرضا وده واحد من سيطر على الافريقيه طولا وعرضا العب حلو بقى العب وحش ما يعني بص ما تقعدش تكلمني على الاداء كلمني على البطولات انا بتاع بطولات انا انزل اكسب لاستثناء ان انا اخسر مش القاعده القاعده ان انا اكسب ريال النهارده دورتموند عمل بصراحه مباراه هايله الشوط الاول تحديدا هايله هايله وكورتوا شال وكربخال شال و... وكل اللعيبه النهارده الشوط الاول ما كانتش في احسن احوالها بما فيهم بلينجهام وفينيسيوس ورودريجو وفالفيرديو كل اللعيبه النهارده تقريبا في الشوط الاول معظمهم ما كانوش في افضل الاحوال الشوط الثاني النص الثاني من الشوط الثاني من بعد الهدف بصراحه اللي سجله كارباخال بضربه راسيه نادره من كارباخال ريال مدريد توحش كالعاده توحش ربع ساعه يعني فيها افترة على دورتموند بصراحه قدر بعد كده فينيسيوس بخطا ساذج من مدافع دورتموند انه يسجل الهدف الثاني ويحسم الامور تماما لريال مدريد ويا بخت انا انا بقعد افكر هو انا ازاي ما كنتش بحب انشيلوتي انا من الناس اللي ما كانتش بتحب انشيلوتي زمان مش من الناس يعني اللي هي ايه بشوفه من اعظم المدربين في العالم اشوف مثلا مورينيو اشوف جوارديولا اشوف كلوب اشوف كابيليو فابيو كابيلو اشوف طبعا السير اليكس فيريكسون بس انشيلوتي طول الوقت كده مش ايه في بحس ان عنده حته ناقصه لا انشيلوتي ده حكايه انا غلطان طبعا طبعا ده من اعظم ان لم يكن اعظم المدربين في التاريخ ده عمل كل حاجه ويا اخي بص تحس إنه هو ايه الليبانه دي شغاله الليبانه دي اللي بتجيب له الافكار طول ما هو بينضغ الليبانه اللي بينضغها طول الوقت دي تحس انه الشوط الاول وحش الشوط الثاني الريال هيبقى جامد انشيلوتي هيتدخل في حركه في تركية هتتعمل في الملعب وهتخلص المباراه مرعب برضه أنشلوتي ده حاجة عظيمة جدا